وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير منظومه الموانئ البحريه المصريه وفق اعلى المعايير لتحقيق اقصى استفاده من الموقع الجغرافي المتميز لمصر بالتكامل مع محور قناه السويس كهمزه وصل بين الشرق والغرب وبما يساعد على تعظيم عمليه التبادل التجاري مع مختلف دول العالم جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومه الموانئ على مستوى الجمهوريه وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة خاصة مشروعات ميناء الاسكندرية الكبير والذي سوف يضم ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس كما تم عرض سير العمل في مشروعات ميناء سفاجا وكذلك الموقف التنفيذي الخاص باستكمال وتطوير ميناء العين السخنة الذي سيتم ربطه بشبكة خط القطار الكهربائي السريع. وتم أيضا استعراض مشروعات تطوير ميناء دمياط بما في ذلك تعميق الممر المناحي وإنشاء محطات الحاويات ومتعددة الأغراض وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي لتطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف والذي يبلغ طوله مساره حوالي 103 كيلومترات ويبدا من المحطه التبادليه عدلي منصور ثم يمتد الى كل من مدينه العاشر من رمضان والعاصمه الاداريه الجديده وفي هذا الاطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتطبيق احدث الانظمه التكنولوجيه الخاصه بشبكات الاتصالات لربط محطات القطار الكهربائي الخفيف